فيما يخص خاصة محاربة الكلاب الضالة، لأنه فيه بعض الأحياء والمواطنين اللي نتلقى في الشكاوي نتاعهم، وكنا عطينا تعليمات باش نتكفلوا بهم خاصة على مستوى ورشات البناء. لاحظنا باللي هناك كلاب متشردة وكلاب الضالة على مستوى الورشات، ورشات البناء، وحتى يصبحوا يشكلوا خطر على المواطنين. ماذا بينا تشوفوا البيلون تاعكم وتتكفلوا بهذا الجانب، خاصة في البلديات اللي فيها ورشات نتاع البناء، لانه الكلاب الضاله تتبع وين كاين الماكله وين كاين الناس. لازم تكون فرق متنقله خاصه في الليل، لازم تكون عندكم فرق متنقله للقضاء على هذه الحيوانات الضاله خاصه في الليل. واش مقبول تماما في المناطق الحضريه نلقاو هذه الحيوانات تتجول وهي تسكر خطر على خاصه على الولاد نتاعنا.